كل عام وأنتم بخير حتى وإن طال معنا كوفيد-19. قررنا أن نتعايش مع الفيروس ونواجهه بكل الوسائل، والتي من أهمها التفاؤل دون تساهل، حتى وإن كان لا يزال التعاطي مع كوفيد-19 تسيطر عليه لغة الأرقام. سجلت في الكويت خلال 24 ساعة الماضية 388 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68299 إصابة. أما المتعافون 526 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 59739 حالة. من هم يتلقون العلاج حتى هذه اللحظة في العناية المركزة؟ 126 حالة. الوفيات خلال 24 ساعة الماضية سجلت 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمال الوفيات في البلاد إلى 461 حالة. من هم يتلقون العلاج حتى هذه اللحظة باستثناء المتعافين والوفيات؟ 8099 حالة. أما الإصابات حسب المناطق الصحية سجلت كالآتي: تصدرت منطقة الأحمدي ب 113 حالة بنسبة 29%، تليها الفروانية 86 حالة بنسبة 22%، ومن ثم الجهراء 83 حالة بنسبة 21%، تليها العاصمة ب 63 حالة بنسبة 16%، وأخيرا حوالي 43 حالة بنسبة 11%. عدد مخالفي قرار حظر التجول والحجر المنزلي ليوم الأمس بلغ 9 مخالفين، 7 مواطنين ومقيمين 2. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتهم لجهات التحقيق المختصة، وسجلت قضايا بهذا الشأن. أنهت المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام دون تسجيل أي إصابة بكوفيد-19 في المشاعر المقدسة، وأكدت السلطات السعودية أنه سيكون على الحجاج المقيمين جميعهم داخل المملكة الخضوع لحجر صحي إلزامي مع انتهاء المناسك كإجراء احترازي. وكانت المعطيات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قد فرضت حجاج تحت رقابة صحية مشددة من خلال مشاركة حوالي 10,000 حاج فقط مع تطبيق كل إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. من جهتها أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي من أجل حماية الحجاج وتفادي انتقال العدوى. I would like to start by wishing all Muslims Eid Mubarak, Eid al-Adha. And I would like to congratulate the Kingdom of Saudi Arabia for the steps it has put in place to make the Hajj as safe as possible this year. This is a powerful demonstration of the kinds of measures that countries can and must take to adapt to the new normal. It's not easy. But it can be done. The pandemic does not mean life has to stop. We must all learn to live with the virus and to take the steps necessary to live our lives while protecting ourselves and others, especially those at the highest risk of COVID-19. كورونا العالم يواصل حظ الأرقام القياسية بتقدمه السريع نحو 18 مليون و250 ألف مصاب وحوالي 700 ألف حالة وفاة، حيث غطت الأحصائيات في الأمريكيتين أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم، فيما أبلغت أوروبا عن حوالي 4 ملايين حالة إصابة، بينما يبقى الترتيب العالمي من حيث الدول من نصيب الولايات المتحدة بأكثر من 4 ملايين و800 ألف مصاب، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من حوالي 48 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 4,813,000 حالة وفقا لإحصاءات مركز علوم وهندسة الأنظمة في جامعة جونز هوبكنز، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 158 ألف حالة، حيث أبلغت ولاية كاليفورنيا عن معظم الحالات متجاوزة فلوريدا وتكساس ونيويورك في عدد الإصابات. الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من مراحل تفشي كورونا وفق ما قالت إحدى خبراء الأمراض المعدية في البيت الأبيض، بعد تفشي الوباء الواسع في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن الكبرى بشكل غير عادي، داعية الأشخاص الذين يعيشون في أسر متعددة الأجيال في تلك المناطق إلى ارتداء الأقنعة داخل منازلهم لحماية المسنين. وأوضحت منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض أن إدارة ترامب تعمل على إعداد تقارير فردية لكل ولاية تفحص اتجاهات المجتمع وسجلات المستشفيات. صرحت هيئة الصحة الصينية اليوم أنه تم الإبلاغ عن 43 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة الماضية، منها 36 حالة محلية والباقي لوافدين من الخارج، فيما لم ترد أنباء عن وفاة جديدة. يوم الأحد تم علاج 10 حالات وخروجهم بنهاية يوم أمس تم تسجيل 3511 حالة مؤكدة مع 35 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و 46 حالة مؤكدة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، و 474 في منطقة تايوان، من بينها 7 حالات وفاة. قال مركز حماية الصحة في هونغ كونغ أنه تلقى تقارير عن 115 حالة جديدة من الإصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، منها 58 حالة مخالطة لأشخاص أصيبوا بسبب التجمعات مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء المصابين سابقا. جميع الحالات التي تم الإبلاغ عنها حديثا هي إصابات محلية، مما يجعل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في هونغ كونغ 3511 حالة. قال رئيس وزراء كوزوفو عبد الله هاتي أنه أصيب بكوفيد-19 وأنه سيعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين، وواجهت حكومة هاتي انتقادات لعدم القيام بما يكفي للحد من انتشار كوفيد-19، حيث أبلغت كوزوفو عن زيادة حادة في الحالات خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك 13 حالة وفاة أمس الأحد. ومنذ مارس الماضي سجلت كوزوفو إصابة 9000 شخص بالفيروس ووفاة 250 شخص. دخلت ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا يومها الأول من القيود الأكثر صرامة لاحتواء انتشار فيروس تاجي متجدد، حيث يستعد السكان لمزيد من الإعلانات حول تجديد إجراءات الإغلاق، فيما أعلنت ولاية فيكتوريا حالة الطوارئ أمس وفرض حظر التجول ليلا على العاصمة كجزء من أقصى القيود المفروضة على الحركة في أستراليا حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام المحلية قبل الإعلان عن الأرقام الرسمية أن الولاية أبلغت عن تسجيل 429 حالة جديدة اليوم مقارنة ب 671 إصابة أمس. قالت السلطات الفلبينية أنها ستعيد فرض حظر أكثر صرامة على حالة الإغلاق في العاصمة وضواحيها لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حيث تكافح الفلبين لاحتواء الإصابات التي قفزت إلى أكثر من 100,000 حالة. ووافق الرئيس رودريغو دوتيتري على وضع مترو مانيلا والمقاطعات المجاورة تحت الحجر الصحي المعدل حتى 18 من أغسطس الجاري، وستكون هناك حاجة أيضا إلى تصاريح العمل والحجر الصحي، حيث تسعى السلطات إلى تقييد الحركة. جاءت خطوة دوتيتري بعد أن دعت 80 مجموعة محلية تمثل 80,000 طبيب ومليون ممرضة إلى تجديد الضوابط الصحية. ارتداء أكثر من 9500 عداء يتنافسون في نصف ماراثون موسكو السنوي أقنعة وقفازات، وتم فحص درجة حرارتهم وفرض عليهم قواعد التباعد الاجتماعي بسبب وباء كوفيد-19.
على الرغم من أن هذا قد يكون صعبا في هذا النوع من الإصابات. وعلى الرغم من الحالات الجديدة، قال وزير الرياضة الروسي الذي كان يرتدي قناعا طبيا وقفازات عند تقديم الجوائز، أن الحدث الرياضي كان احتفالا بنجاح روسيا في مكافحة الفيروس. وكانت موسكو المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة قد أنهت إغلاقها الذي دام لأكثر من شهرين في يونيو الماضي. أبلغت أسبانيا عن 483 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق انتعاش صناعة السياحة حيث قيدت التدابير الوقائية حركة الأفراد والمجموعات، حيث سجلت حوالي 70% من الموجة الجديدة من الحالات في كاتالونيا وأراغون، المنطقتان المشهورتان بالسياحة. وفيما أكد وزير الصحة أن أسبانيا حاليا مقصد سياحي آمن وتدعم مختلف الإجراءات التقييدية المتخذة عبر المناطق لمنع تفشي الوباء. وتظهر إحصائيات معهد السياحي الأسباني أنه من المتوقع أن يتقلص عدد السياح الأجانب الذين يزورون أسبانيا في عام 2020 بأكثر من 60% عن العام الماضي. تقنية مسح رمز الاستجابة السريعة لإظهار الحالة الصحية للمرء تستخدم على نطاق واسع في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند كأداة حاسمة لمحاربة انتشار كوفيد 19. فمن خلال المسح على كود خاص يمكنك الدخول إلى الأماكن العامة، إذ يجب على كل من يدخل مراكز التسوق ومعظم المتاجر والمطاعم مسح الرمز للتأكد من معلوماتها الشخصية. تقنية المسح على الكود اعتمدت في الدول سالفة الذكر وسهلت على السلطات تعقب واختيار أي شخص قد يكون على اتصال بشخص مصاب بكوفيد 19 بسرعة. إذا كانت التقنية تقدم خدماتها الجليلة في مجال الصحة العامة، فإن الغاية منها تظل وقائية ومرتبطة بمدى الوعي والالتزام الفردي والجماعي. أما العلاج الشافي واللقاح الواقي فيظل القريب البعيد، وإلى أن يصبح البعيد قريبا تبقى السلامة في الكمامة.